بسم الله الرحمن الرحيم. أنا النهاردة عايز أكلمكم عن فرع جديد من فروع أمراض النساء والتوليد، وهو فرع طب التجميل النسائي أو الاستاتيك جاينيكولوجي. احنا عارفين طبعا كتير من أطفالنا بيحصل لهم عمليات ختان وهم أطفال. دي طبعا عمليات التشوه اللي بتحصل للأعضاء التناسلية واللي بتؤدي إلى فقد الإحساس لما تكبر. معكم الدكتور أسامة الجمال، استشاري أول أمراض النساء والتوليد وطب التجميل النسائي، وعضو الجمعية الأوروبية لطب التجميل النسائي، وعضو الجمعية الطبية الدولية. كل الظروف اللي احنا ذكرناها دي بتؤثر تأثير سلبي على العلاقة الزوجية، وقد تؤدي للأسف إلى انفصال الزوجين. احنا بالتعاون مع الجمعية الطبية الدولية قدرنا نحط محتوى علمي يمكن الأطباء من مساعدة مرضاهم في الحصول على حياة زوجية صحية، من حيث الوظيفة ومن حيث الشكل كمان. احنا استغلينا الإمكانيات المتاحة الموجودة اللي هي من أحدث أجهزة الليزر الحديثة والراديو فريكونسي. احنا بندرب الأطباء الحقيقة على إجراءات كتيرة، ودي بتبقى هاندز أون على حالات. يقوموا بالتدريب على تضييق المهبل بالليزر والراديو فريكونسي، على علاج جفاف المهبل، على علاج السلس البولي الخفيف، على حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية في الأماكن الحساسة، على حقن الفيلر في الأماكن الحساسة، على استعمال الخيوط اللي هي خيوط الشد في تضييق فتحة المهبل الخارجية.